إذا مشاهدينا، بما أنه إحنا وقت البرنامج خلص وأبراج كانت آخر متصلة، إحنا حابين نقول حل حزورتنا لهذا اليوم. بس قبل ما أقول الحل مشاهدينا، يعني أنا كم مرة أقول لكم كلكم لا تقولون نفس الإجابة، صح؟ يعني لازم شوية تفكرون. ودينا بالمناسبة طبعا ما قالت هاي الإجابة صح أو هاي الإجابة غلط، أي. فلا تعتمدون يعني كل الاعتماد على كلامنا اللي إحنا دنقوله، إحنا مهمتنا نوصل لكم الفكرة ونقرب لكم الحل. صحيح، تمام. اذا هسه احنا وصلنا لازم نقول، يعني نقول الحل. احنا وردتنا اجابه واحده صحيحه طبعا واللي هي بس شنو اسمها؟ أبرار. ابرار اجابتي الصحيحه، الاجابه على حزورتنا لهذا اليوم اللي كانت تقول متربعه وسط زلام وبين الشيوخ تقعد بنص ديوان ما تقعد بكوخ. اكيد بالتالي يلا ويانا أبرار من الديوانية طبعاً فازت ويانا يا أبرار، والله تفكيرها كان صحيح، هي كانت تفكر مثل ما كنت أقول، فكروا بكلمات الحزرة واتبعوا الأجوبة اللي إحنا نسويها، يعني دائماً طبعاً. مثلاً إحنا يسألونا ونجاوب، يسألون يعني هاي إذا تقعد ببداية الحلقة قدام التلفزيون وتابع الأجوبة أكيد راح تتوصل للحل. أكيد. إذا المشاهدين الكرام من بعد ما وصلنا للفائز اللي هو الفائز الوحيد اللي كان ويانا أو كانت ويانا يا أبرار، طبعاً حابين نذكر بأن برنامج صايا وهدايا هو برعاية طبيب الأسنان أو دكتور تجميل الأسنان الدكتور سيف الشاكر أخصائي تجميل الأسنان والوكيل الحصري لأكاديمية وابتسامة أوكسفورد بالعراق. أكيد وحلويات وكرزات بابا شقلاوة. وقبل الختام انتظرونا باكر بنفس الموعد وحزورة جديدة وجائزة أيضا جديدة. أكيد. نقول لكم مع السلامة.